صباح الخير واهلا بيكم، وهذه الرحله السريعه مع شارع المصري. مشاهدينا، السكه الحديديه وخطوط السير بالنسبه للوجهين البحري والابلي منتظمه، ايضا بالنسبه للمسافه من الزقازيق من القمح القاهره كان في توقف بالنسبه لحركه القطارات بالامس لمده 3 ساعات، ساعه 3 4 5، لكن برضو بنقول دلوقتي في انتظام بالنسبه لخطوط السكك الحديديه والوجهين البحري والابلي، وايضا بالنسبه للمناطق الشرقيه والزقازيق ومن القمح في اتجاهاتنا الى مناطق القاهره. كان في تجمعات وشويه قلق كده، لكن الحمد لله مديريه امن الشرقيه عملت شغل امبارح، والحمد لله ما فيش اي تجمعات دلوقتي، والحركه المروريه والحركه الخاصه بالسكك الحديديه منتظمه. لكن لما بنروح برضو لمناطق شبرا بالامس الساعه 9 مساء كان بقى تردد كده على اجهزه التواصل الاجتماعي، وبرضو بعض الهواتف والرسائل اللي بتيجي على الهواتف ان في انهيار جزئي، واللي يقول لك انهيار كلي على نفق او في نفق احمد بدو ومناطق شبرا، لكن الحمد لله ما فيش اي انهيارات خالص. بطمن حضراتكم وبطمن كل اهالينا واصدقائنا وحبايبنا في مناطق شبرا، ما فيش اي انهيارات خالص في نفق احمد بدوي. كل الموضوع ان في عربيه يعني انحرفت عن خط سيرها، اختلت عجله القياده من يد سائقها، العربية وقعت من فوق النفق على سيارتين، لكن الحمد لله بعد الإصابات رجالة شبرا وأهالي شبرا ناس جامدين برضو، يعني الحادث رغم أن السيارة وقعت من فوق النفق على سيارتين، لكن إصابات وإصابات يعني خفيفة جدا الحمد لله. يعني بقول لحضراتكم أهالي شبرا يعني ناس جماد قوي. نتمنى السلامة وكل السلامة لكل مشاهدينا النهاردة، ويوم إن شاء الله يكون يوم زي الفل بإذن الله. الحركة المرورية تطمننا من خلال الإدارة العامة للمرور والإدارات المرورية الفرعية، القاهرة، الجيزة، القليوبية وأيضا المحافظات، الحركة المرورية طبيعية، لكن بنقول برضو كثافات بمداخل ومخارج محافظات الجمهورية على شبكة الطرق السريعة الزراعية بصفة خاصة، وكل ما اقتربنا من إقليم القاهرة الكبرى بتزداد الضغوط في الحركة المرورية. مشاهدينا برضو عايزين نأكد على حكومة الدكتور أو المهندس إبراهيم محلب، الحكومة القتالية كما اسمها إبراهيم محلب، اسمها حكومة المقاتلين. نتمنى إن شاء الله أن المقاتلين تبقى الطلقات بتاعتهم طلقات حية مش طلقات في شنك، وإن شاء الله بإذن الله. إبراهيم محلب معروف أنه رجل نشط ورجل صاحب جهد ومعروف جدا في هذا، نتمنى له إن شاء الله التوفيق، لأن كل الوزراء شغالين معاه، تروح معاه المحافظات وشغالين أيضا في القاهرة، ويمكن كان في الفترة اللي فاتت وما زالت برضو جهود سيادة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الخاصة بجولاته المفاجأة في الشارع المصري والمعني بيها. فقرتنا النهاردة بنتكلم عن هذه الجولات، بنتكلم عن أثر هذه الجولات وانعكاساتها على رجال المرور وعلى الشارع المصري بشكل عام. هنتنفس، هننتعش مروريا، لكن برضو عايزين قبل الكلام ما ياخدنا عايزين نقول محور 26 يوليو. محور 26 يوليو تنفس أخيرا، والبصمة للواء سعيد طعيمة مدير مرور الجيزة، ولن أقول الأسبق، اللواء سعيد طعيمة لمساته وكل فنياته موجودة على محور 26 يوليو، تنفس أخيرا محور 26 يوليو. قبل الكلام ما ياخدنا دعوني ان انا ارحب بضيفي الكريم العزيز سياده اللواء عابد عبد المجيد الخبير المروري. صباح الفل يا فندم. اهلا، صباح الفل يا فندم. عايزين ناخد من حضرتك كده تعليق على الحملات والجولات المفاجئه للوزراء والسيد الوزير محمد ابراهيم وزير الداخليه الخاصه بتفعيل الاعمال المروريه، تفعيل تنفيذ القانون المروري، التواجد النشط اللي احنا شايفينه، ويمكن ان احنا النهارده ملاحظينه. وحضرتك جاي، سعادتك كنت جاي منين؟ من كورنيش المعادي، والحاله كانت مرضيه تماما بالنسبه تواجد للحاله المروريه، وكان تواجد معظم الخدمات في الشارع بفاعليه مش من غير فعاليه حقيقي، يعني تواجد غير مسبوق. احنا ما شفناش التواجد ده من 25 يناير 2011. نتمنى ان شاء الله باذن الله ده يبقى موجود على طول باذن الله. الله ان شاء الله باذن الله. هو بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بنصبح على كل الساده معانا المشاهدين، وبنقول دلوقتي احنا بصدد حكومة جديدة، والحكومة الجديدة الحالية هي حكومة نشطة جدا، وبسبب خبرتي مع المهندس إبراهيم محلب في تعامله ما كان رئيس شركة المقاولين العرب، إنسان نشط جدا، ونتمنى من كل أعضاء الوزارة إن هم يبقوا على نفس المستوى. بمعنى إن دايما العمل المكتبي ما بيجيبش نتيجة، وده وجهة نظرنا كخبراء في المرور أو في الشارع. لازم التواجد في وسط المواطنين لالتماس المشاكل بتاعتهم، وأنا عارف إيه نبض الشارع وإيه المطلوب من الشارع لحله. ده بصفة عامة بالنسبة للوزارة، لكن بصفة خاصة لوزارة الداخلية، ودي المعنية في اللقاء بتاعنا النهاردة. إحنا بنقول إن السيد وزير الداخلية راجل نشط جدا، وبيتواجد خلال 24 ساعة في الميادين، ولذلك بنقول إحنا يهمنا في هذا المقام الشق المروري.
الشق المروري بمعنى الخدمات المرورية المتواجدة في الشارع. هل هي الخدمات دي ذو فاعلية من وجهة نظرك كخبير مرور حاليا؟ هل التواجد فقط التواجد بالانتظام في الشوارع، هل هو التواجد ده اللي يكفي؟ أنا وجهة نظري أنه لا يكفي، لأن التواجد شبه سلبي. المرور بينقسم إلى شقين، شق انتظامي وهو العمل على محاور الطرق وإن أنا أسيل حركة السير تسهيلا للمواطنين للوصول إلى أعمالهم. الشق الثاني وهو شق انضباطي، إن أنا زي أضبط المخالفات المرورية اللي موجودة بكافة أنواعها. أنا حتى الآن ما زلت مستشعر من تقابلي بصفة شبه يومية مع أفراد المرور في الشارع، ورغم أنا بعيد عن المجال، لكن أنا تواجدي يوميا في مشاوير الخاصة في الشارع بقابل أفراد المرور كتير جدا، ضباط وأفراد، بقف أتناقش معهم عن المشاكل بتاعتهم. ما زال في شيء من الرهبة ما بين أفراد المرور، ونقول فرد مرور بمعناه الضابط أو الأمين أو المندوب أو الدرجة الأولى، والتعامل مع المخالفة. هل هو خشية من رد الفعل؟ الانتشار سيادة اللواء دلوقتي موجود، وموجود بشكل أفضل وبشكل أحسن. المطلوب بقى تفعيل أعمال رجل المرور، ما هو بحيث أنه ما يبقاش واقف لمجرد الوقوف. ما ده اللي بفسرها، الوقوف السلبي لا يجدي بل عدمه أفضل. يعني أنا لو واقف كقيادة مرورية في مكان ما وسلبي الإداء، يبقى أنا وجودي في هذا المكان غلط. الكلمة دي كان بيقولها سيادة الوزير أحمد رشدي الله يرحمه. تمام. كان في اجتماع في مديرية أمن القاهرة، كان في مع مدير الأمن في فترة تولي مهام الوزارة، وسيادته راح واقف بالعربية وطلع حضر معنا الاجتماع، وقال لنا كلمتين ثلاثة كده، قال لو أنت هتقف مش هتحرر مخالفة، لو أنت هتقف مش هتشتغل، مش هتعمل، ما تقفش. عشان ما تقننش الخطأ. لأنك أنت لو وقفت وفي مخالفات يبقى ده تقنين منك للخطأ، تقنين منك إن المخالفة دي ماشي أعملها، ما عملهاش مش مشكلة، وقوفك زي قلته، ما تقفش. بص يا فندم، الراجل كان صريح الله يرحمه. احنا بنتكلم على حاجة، احنا 100,000 برنامج عن مشاكل المرور يوميا موجودة في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، ولكن أنا يهمني المواطن، يعني يهمني راجل الشارع اللي أصبحت مشكلة المرور حاليا عبارة عن عبء في دماغه، عايزين نخف له العبء ده هوت ونسهل له حركة السير، ما بقاش فيه تواجد سلبي لأفراد المرور في الشارع. الحملات الشدة الموجودة حاليا دي يجب أنها تستمر، وبفسرها أن أنا من السهل جدا أن أنا أدي قرار في موضوع ما، لكن الصعب أن أنا أستمر على تنفيذ هذا القرار. لازم يكون فيه الحملات مستمرة وذا فعالية، وقانون المرور الغير مفعل وموجود على الرف لازم أنزله في معظم مخالفات. وأنا بقول في الفترة الحالية لما أنزل ما أنزلش فرد أو فردين في حملة، لازم حملة تبقى قوية، أنزل فيها قيادة مرورية وحملة نوعية من الأمن العام، البحث الجنائي والنظامي والمرافق، عشان أقدر أتعامل مع نبض الشارع، والمواطن يحس أن فعلا في حكومة، ويحس بفعالية القانون وهيبة الدولة. برضو هنرجع لموضوع الحملات ونقول حملات لمجرد الحملات وحملات وقتية بتنتهي الحملة من أعمالها وبتعود ريمة لعادتها القديمة، أم الحملات تاخد شكل العمل المروري المنتظم؟ وده أرجع نفس الموضوع، مش من السهل أن أدي قرار أن احنا نعمل حملات، الاستمرار فيه هو الصعب. زي بقول لك دايما أنك أنت مش من الصعب أنك توصل للقمة في إداء ما، لكن من الصعوبة أنك أنت تحتفظ بها نتيجة إداء عملك الجيد والمترتب وكلام ده كله. فعشان أنا بقول الحملات يجب أن تستمر، وتستمر بفعالية وبصفة شبه يومية في كافة الميادين، مش الحملات على شبكة الطرق الداخلية المدن بس، لا، الحملات لازم تبقى على شبكات الطرق الخارجية. أنا بلاقي في معظم الطرق الخارجية حدث ولا حرج، عربيات النقل التقيل ماشية يسار الطريق ومحملة بمواد بنا وبتتناصر على السيارات في الخلف، ومفيش حد بيقدر يقول العربيات دي رايحة فين. طب أنا في قانون وعندي مواد في القانون أقدر أتعامل مع المخالفات دهيت بالحجز للسيارة لمدة 3 شهور، مش هتكرر المخالفة دي تاني. دي من ضمن الخلافات. طب اسمح لي سيادة اللواء عابد وكل مشاهدينا، هنروح مداخلة تليفونية مع سيادة المقدم محمد البنداري عشان نطمن عن السيارة اللي وقعت من فوق نفق أحمد بدوي، منطقة أحمد بدوي ومناطق شبرا. محمد بيه صباح الفل. أنا صباح الخير، أنا بيك يا فندم. أخبارك إيه، كله تمام؟ الحمد لله كله تمام. طمنا سريعا يا محمد بيه على منطقة أحمد بدوي ومناطق شبرا، وهل فعلا في انهيار جزئي أو انهيار كلي بالنسبة للنفق؟ لا لا، هو ما كانش فيه انهيار، هو بس السور اللي هو أعلى النفق كان تم طبعا كسره امس بسبب سقوط سياره من اعلى احمد حلمي اتجاه مدخل، يعني جزء من السور وقع، جزء من السور وقع وتم اصلاح سور النفق، ولكن الامور حاليا طبيعيه تماما مع مدخل ومخرج نفق احمد بدوي القادم ومتجه. طيب بالنسبه كان في مصابين، كان في اي حاجه؟
كان في مصاب اللي هو سائق التاكسي اللي كان تم السقوط من اعلى النفق، وثلاث سيارات كان بيهم ثلاث سيارات السياره وقعت على ثلاث سيارات في الاتجاه القادم من مناطق اكتوبر في اتجاه شبرا، القادم من نفق احمد بدو متجه لمناطق الترعه والشبرا. تمام. يعني الحمد لله تم الانتهاء تمام، الامور طبيعيه حاليا اعلى كوبري. دلوقتي الاجواء المروريه ايه في مناطق شبرا بشكل عام، في اي مشاكل؟ لا الحمد لله ما فيش اي مشكله، مناطق الخلفاوي ومناطق شبرا الترعه احمد بدوي الحمد لله الامور حاليا طبيعيه، الكثافات اللي هي المعتاده في هذا التوقيت. نطمن بقى اهالي شبرا وكل اللي بياخدوا خط السير نفق احمد بدوي، وما فيش مشاكل في احمد بدوي خالص؟ لا اطلاقا، خلاص تم الانتهاء تماما. طيب طمني بقى على مناطق الهيك السير، بمناطق السندباد، كوبري المشير طنطاوي، ايضا بالنسبه لمحور المشير طنطاوي وكوبري المشير ابو غزاله، يا ترى ايه الاخبار هناك؟ يعني الحمد لله الحاله بصفه عامه في محاور، محور الثوره، محور جوزيف تيتو، محور احمد بدوي، محور طريق المطار، مناطق كوبري اكتوبر، فبس عندنا في تقاطع ثروه وشامبليون وتحديدا عند عماره يعقوبيان في تسرب مياه سرطان صحي، وتم اختار الجهات المعنيه تحسبا طبعا المكان ده حساس ممكن ياثر على شارع ثروت وياثر على محور رمسيس. في تحويلات او اي حاجه؟ نعم في تحويلات مروريه هناك في ثروت في مناطق وسط البلد؟ مروريه بس طبعا مؤثره الى حد ما، لكن ما فيش تحويلات؟ ما فيش، لا لا يوجد اي تحويلات حاليا داخل القاهره. عندك بدائل؟ طبعا يعني يفضل طبعا عدم سلوك محور ثروت المتجه لمناطق وسط المدينه، ممكن يتم الاستكمال في محور رمسيس اتجاه مناطق الاسعاف اتجاه مناطق وسط المدينه، او يتم نزول منزل الشهيد في ميدان التحرير فشارع التحرير فاتجاه خدمات شارع محمد فريد اتجاه مناطق وسط المدينه كبديل عن محور ثروت. في انتشار جيد النهارده يا محمد بيه لرجال المرور، سياده اللواء عابد عبد المجيد اشاد وشاف، وانا اشدت وشفت فعلا في انتشار جيد لرجال المرور، كان في حاجه على الكورنيش النهارده غير عاديه؟ لا دي اصل حضرتك دي في بؤر كثافات معتاد عندنا زي محور الكورنيش القادم من مناطق شبرا علو ومتجه لمناطق بولاء ورود الفرج، فطبعا احنا مناطق البؤر اللي فيها كثافات مريه دون اي اعاقات مريه بيتم طبعا تعزيزها بالخدمات المريه، ايضا محور الكورنيش ومحور الصراط مع مناطق جنوب القاهره ومناطق غرب القاهره ايضا بيتم تعزيزها بخدمات مريه نظرا للكثافات المريه، ولكن الامور طبيعيه حتى هذه اللحظه داخل القاهره الكثافات المعتاده، وطبعا في تعليمات مشدده من السيد وزير الداخليه والسيد مدير امن القاهره والسيد مدير الاداره العامه لمرور القاهره بالاستمرار في حملات التصدي للمخالفات الجسيمه وخاصه المخالفات السير عكس الاتجاه، حاليا دلوقتي في حاله ضبط اي مخالفه السير عكس الاتجاه بيتم حجز قائد السياره المخالف وبيتم عرضه على النيابه العامه وشانها. ايضا بالنسبه للدراجات البخاريه في حاله ضغط اي دراجه بخاريه او اي مركبه بيتم السير بدون لوحات معدنيه بيتم حجز المركبه وبيتم عدم تسليم المركبه مره اخرى الا ما بعد الانتهاء من ترخيص المركبه سواء اذا كانت سياره او دراجه بخاريه تحديدا. يلا ربنا يوفقكم، ربنا يوفقكم. بنوه ايضا حاليا دلوقتي في 40 من عمال المحافظه متجمعين في محور الاتصالات وتحديدا امام جراج هيئه النقل، جراج هيئه المضافه اللي في محور الاتصالات عند منطقه المجزر الالي. قاطعين الطريق ولا حاجه؟ لا لا مش قاطعين الطريق الحمد لله، ولكن طيب الحمد لله. بسبب مناظر قياده السيارات القادم من مناطق حلوان ومتجه للقاهره بيتم التاثير على الحركه المريه، طبعا احنا بننصح قياده ناخد الكورنيش بقى. بالظبط كده تمام كده. ناخد الكورنيش. بديل مؤقت للاتصالات القادم من حلوان في اتجاه مناطق وسط البلد. تمام كده فندم. شكرا لسياده المقدم محمد المداري مشرف غرفه عمليات مرور القاهره، وبالتوفيق يا رب ان شاء الله، ونتمنى الانتشار ده يبقى موجود، ونتمنى الحملات تبقى مفعله ويبقى عمل يومي منتظم مش حمله وتخلص. سياره اللواء عابد عبد المجيد الخبير المروري، كنا عايزين نعرف من حضرتك ماذا عن مشروع النقل الجماعي، ماذا عن السرفيز، ما هو لابد ان يكون في اعمال وفي افكار هتخرج وتواكب الحملات وتواكب هذه الجولات، ويبقى في تفعيل لكافه الاعمال الخاصه بهندسه الطرق والخاصه تمام. بالمشروعات والافكار تقدر انها تتواكب مع هذه الحملات علشان المواطن يشعر بايجابيه فعليه في الشارع المصري. طيب نقول بالنسبه لمشروع النقل الجماعي وهي سيارات الاجره والسيرفيس اللي بتعمل على مستوى القاهره الكبرى كلها، العدد الحالي يفوق اضعاف اضعاف العدد اللي كان متوقع او محطوط في خطه الدراسه هيعمل على شبكات الطرق الداخليه. المطلوب ايه؟ يعني هنقول دي مشكله لها حل. المواقف السيرفيس بتنقسم الى شقين، الشق الاولاني وهو شق بيؤثر سلبا على حركه السير، وهي المواقف العشوائيه
اللي بتتواجد في كافة الميادين ومطالع ومنازل الكباري وبتؤثر سلبا على حركة السير وعلى المظهر الحضاري بشيء طبيعي. على فكرة دي حاجة النهاردة أو دلوقتي إن شاء الله لقطة مرورية هنشوفها حضرتك وهتعلق عليها برضو خاصة بالمخالفات، ويمكن اللقطة ممكن تكون جاهزة دلوقتي مع مخرجنا الجميل. تمام، ممكن نشوفها دلوقتي؟ نشوفها. ممكن اللقطة هتكون معانا وهي خاصة بمخالفات السير عكس الاتجاه بشكل خاص على الطرق السريعة. مخالفة. احنا الاول ما كناش نتصور او نصدق ان في عربيات بتمشي عكس اتجاه فوق الطريق الدائري. دلوقتي اللقطة دي موجودة قدام حضراتنا اهي. ده للقادم من مناطق الطريق الدائري ومناطق المرج ومصرد والقليوبية، واحنا متجهين الى مناطق اكتوبر ومحور 26 يوليو. شوفوا السيارة الميكروباص اللي ماشية على الشمال هناك ديت عكس اتجاه، واللي عربية نص نقل اللي وراه ماشية عكس اتجاه. نعدي كل اللي ماشي صح ده، نعديه ايوه، كمان ده الاتجاه اللي على اليمين، ده الاتجاه السريع. ده الاتجاه اليمين ده اللي هو متجه الى مناطق شبرا الخيمه ومناطق مطار القاهره. تمام. احنا بقى في الاتجاه الاخر. تمام. العربيه الحمراء دي ماشيه صح، هنمشي هتشوف بقى العربيات اللي ماشيه عكس اتجاه دلوقتي. هنشوف دلوقتي العربيات اللي ماشيه عكس الاتجاه على الطريق الدائري، ماساه. اهي العربيه الحمراء، العربيه النص نقل، وايه بقى هتبص تلاقي عربيات ماشيه وراها عكس الاتجاه. اين انتشار رجال المرور على شبكه الطرق السريعه؟ سؤال بنوجهه للسيد اللواء مدحت كريطم، بنقول وبنشيد وبنمدح في كل الجهود المبذوله وجولات السيد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخليه على عين وعلى راس. جهود رجال المرور يا رب تستمر، بس احنا عايزين اهو بنلقط السلبيات، مش لمجرد ان احنا بنلقط السلبيه لمجرد السلبيه، لا، الهدف ان احنا بننقد نقد بناء. عايزين خدمات على الطريق الدائري، عايزين خدمات على شبكه الطرق السريعه نبقى شايفينها وحاسينها زي ما بنشوف دلوقتي في القاهره والجيزه والقليوبيه وكل المحافظات. الطرق السريعه هي الاولى، الطريق الدائري تمشي عليه عربيات عكس الاتجاه طبعا الكلام ده كان مرفوض تماما. بص يا فندم، مرفوض تماما. هو تعليق سريع على المخالفه دي، انا وجهه نظري ان دي مش اول مخالفه على شبكات الطرق الخارجيه، والمخالفين دول مش أول مرة يخالفوا النهاردة، دول معتادي هذه المخالفة بصفة شبه يومية. إيه سبب الاعتياد؟ هل في يوتيرن مقفول؟ هل في تعطيل في حركة السير في مكان ما؟ لكن أنا اللي يهمني في هذا المقام عدم وجود أي خدمات مرورية في هذه المنطقة بالمرة، هي اللي خلت الناس دول تجرأوا مش عكس اتجاه لمدة كبيرة. خدمات مرورية نحلها إزاي؟ لابد من وجود خدمات مرورية ثابتة ومتحركة. المتحركة تظبط المخالفة أثناء تحركها، والثابتة بتعمل أكملة في أماكن ثابتة، لكن عدم وجود خدمات مرورية في المكان ده أدى لوجود المخالفة دي، ودي مش أول مرة. سيادة اللواء عابد عبد المجيد شرفتنا يا فندم. يا فندم متشكر جدا، ونتمنى يكون في لقاءات عشان نقدر نشرح بقية المشاكل بتاعت الأجرة الجماعية إن شاء الله بإذن الله. سعداء بحضراتكم جدا. فاصل ونتواصل مع حضراتكم، ونهاركم سعيد.